السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة يجيكم في يوتيوب لتعلم اللغات وكذلك للفهم والاستيعاب في مجال الرياضيات خاص بالتلاميذ. إليكم هذا المقرر في رحاب الرياضيات خاصة بالنسبة للتلاميذ الجدول المشتركة للتعليم الثانوي التأهيلي جد العلوم وجد التكنولوجيا. سوف نتمم الحصص السابقة من حصص الدراسية الخاصة بالفهم والاكتساب للدرس التالي: المعادلات، المتراجحات، والندمات. إليكم الآن تتم هذا النشاط. قبل إنجاز أي نشاط يجب عليكم أن تفهموا جيدا تعريف وخاصيات الرياضيات. لدينا في الفصل الخامس معادلات من الدرجة الأولى بمجهولين وليس بمجهول واحد. معادلات من الدرجة الأولى بمجهولين وليس بمجهول واحد. R أس 2 هي المجموعة، سوف أشير إلى ذلك غدا. انظروا جيدا، R أس 2 هي مجموعة الأزواج X Y حيث X ينتمي إلى R و Y ينتمي إلى R. لماذا؟ لأن هناك لدينا مجموعة أزواج X Y، X ينتمي إلى R و Y ينتمي إلى R. إذن R أس 2 هي مجموعة الأزواج X Y حيث X ينتمي إلى R و Y ينتمي إلى R. تعريف وخاصية: كل معادلة على شكل AX زائد BX تساوي C. كل معادلة على شكل AX زائد BY تساوي C حيث A و B و C أعداد حقيقية معلومة هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين X و Y. إذن يبدو أنكم استوعبتم جيدا التعريف الأول. كل معادلة على شكل AX زائد BY تساوي C حيث A و B و C أعداد حقيقية معلومة هي معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين X و Y. يكون الزوج X 0 و Y 0 حلا للمعادلة الواحد أي AX زائد BY تساوي C. إذا وفقت إذا كان AX و 0 زائد BX و 0 تساوي C. هل فهمتم جيدا؟ إذن يجب عليكم أن تعوضوا X بX 0 و Y بY 0 تحصلون العدد C. يكون الزوج X0 و Y0 حلا للمعادلة الأولى AX زائد BY تساوي C. إذا وافقت إذا كان AX و 0 زائد BY 0 تساوي C. سوف نعطي أمثلة للفهم والاستيعاب. حل المعادلة الأولى أنا AX زائد BY تساوي C يعني تحديد جميع الأزواج، تحديد جميع الأزواج ألفا بيتا التي تحقق A ألفا زائد بي بلتا تساوي سي. إذا كان A لا تساوي صفر و بي كذلك لا تساوي صفر، أي A غير منعدم و بي غير منعدم، فإن المعادلة AX زائد BY تساوي سي تقبل ما لا نهاية من الحلول، ما لا نهاية من الحلول. مثال على ذلك الزوج 3 2 حل المعادلة 3 X ناقص Y تساوي 7، لأن 3 في 3 ناقص 2 تساوي 7، وكذلك الزوج 2 ناقص 0. إليكم المثال الحي لذلك، انتبهوا جيدا. إذن لاحظوا معي مثال على ذلك. مثلا لدينا هذه المعادلة بمجهولين X و Y، 3 X ناقص Y تساوي 7، ونعلم أن AX زائد BY تساوي 7 تساوي C هي معادلة من معادلة الدرجة الأولى ولكن بمجهولين. لماذا؟ لأنها تكتب على الشكل التالي AX زائد BY تساوي C. X هنا إذن A تساوي، إذن A تساوي 3 و Y و B تساوي ناقص 1 و C تساوي 7. نلاحظ جيدا A تساوي 3 B بي تساوي ناقص 1 و سي تساوي 7. إذن هذه المعادلة التي تكتب على الشكل التالي AX زائد BY تساوي C تساوي معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين هو X و Y، و X و Y ينتمين إلى R يساوي. إذن هناك لكات C تخالف 0 و A تخالف 0 و B تخالف 0 وكذلك C تخالف 0. الخصوص A و B، الخصوص A و B اللي كانوا تخالفان 0 فإنها تقبل ما لا نهاية من الحلول. مثال: كل حل الأول هو الزوج
3 2 الزوج 3 2 هو حل المعادلة. إذا عوضنا 3 إكس ب 3 و إكراك ب 2 نحصل على 3 في 3 ناقص 2. 3 في 3 يساوي 9 ناقص 2 تساوي 7. إذن 7 هي السي. إذن 3 و 2 تقبل هذا الحل. لماذا؟ لأن AX و 0 زائد BX BY تساوي 0. إذن X لكاس أن AX 0 زائد BY 0 تساوي السي. إذن X 0 و Y 0 ما حلول هذه المعادلة، ما حلل حل هذه المعادلة. إذا الزوج X و Y X 0 و Y 0 هو حل المعادلة. وإذا كانت A و B تخالفان صفر كيف ما هذا المثال الأول راه شفتوه، راه المعادلة تقبل ما عليه من حلول. هذا لاحظوا المثال الحل الثاني. الحل الثاني هو الزوج 2 ناقص 1. إذا عوضنا 2 ب X نحصل على 3 في 2. لو عوضنا إكراك بناقص 1 نحصل على 6 زائد 1 يساوي 7. إذن الزوجين الزوج 2 ناقص 1 وكذلك الزوج 3 2 هما حل المعادلة من الدرجة الأولى بمجهولين X و Y. هل فهمتم جيدا؟ سوف أعيد. إذن هناك معادلة تكتب على الشكل التالي: AX زائد BY تساوي C. هذه المعادلة هذه تسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين أي X و Y. إذا كانت X 0 و Y 0 يساويان C، AX 0 زائد BY 0 تساوي C، الزوج نقول أن الزوج X 0 و Y 0 حل المعادلة. وإذا كانت A و B تخالفان الصفر أي A غير منعدمة وكذلك B غير منعدمة، فإن هذه المعادلة هذه AX زائد BY تساوي C تقبل ما لا نهاية من الحلول. ما لا نهاية من الحلول. مثلا هان لاحظوا جيدا كيف ما بينت لكم في كمثال 3 اكس ناقص y تساوي 7، اي هذه معادلة من الدرجة الاولى من مجهولين، لان لدينا ax ناقص x زائد by تساوي 7. a هي 3 و b هي ناقص 1 و c هي 7. اذا عوضنا 3 2 في المعادلة نحصل على رقم 7، وهذا دليل بان هذا الزوج هذا حل المعادلة وليس فريدا من نوعه، وليس وحيدا من نوعه. إذا هناك زوج آخر هو 2 ناقص 1. إذا عوضنا X ب 2 و Y بناقص 1 نحصل على 6 زائد 1 يساوي 7. إذا هذه المعادلة بهذا الشكل هذا تقبل ما لا نهاية من الحلول. هل فهمتم جيدا؟ هل استوعبتم المثال؟ فوالا. طيب الآن سوف ننتقل إلى ندمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إليكم هذا النشاط. نعتبر الندمة التالية: AX زائد BY تساوي C و A'X زائد B'Y تساوي C'. إذن حيث A و B و A' و B' و C' أعداد حقيقية تنتمي إلى المجموعة R، هناك تعريف وخاصية. العدد الحقيقي A B' ناقص A' B يسمى محددة الندمة S، ونكتب على الشكل التالي: A B A' B'. A B' ناقص A' B A B' ناقص A' B هذه تسمى محددة ندمة S. يجب عليكم التسويب بحالة الشكل هذا: A B' ناقص A' B ناقص A' B ناقص A' B. إذا كانت D تساوي صفر أي منعدم هذه المحددة هذه A B' ناقص A' B تساوي صفر، إن ندمة S قد لا يكون لها أي حل أو قد لا وقد يكون لها عدد لا متيم الحلول حسب هذه المعادلتين. إذا بخفوا ألقوها ما عندهاش حل، وبقى نلقاو عندها بزاف ديال الحلول اذا كان دي تساوي صفر. اما اذا دي تخالف الصفر وهذا اللي يهمنا اكثر، فان ندمة S تسمى ندمة كرامر وتقبل حلا وحيدا هو الزوج اكس يكريك، حيث اكس كيفية تحديد هذا الزوج الاول اكس كيفية تحديد هذا الحل الاول اكس هو سي بي بريم ناقص سي بريم بي نعم سي بي بريم ناقص بي سي بريم سي بي بريم ناقص بي سي بريم سي بي بريم ناقص بي سي بريم وليس العكس. سي بي بريم ناقص بي سي بريم على الدي، الدي هي ا بي بريم ناقص ا بريم بي. اذا هنا عرفنا كيفاش نلقاو الحل الاول. بالنسبه للحل الثاني ايغريك ناخذو ا سي ا بريم سي ا سي بريم ناقص ا بريم سي على الدي. هذه الطريقه تسمى طريقه المحدده. إذن إليكم هذا المثال في فيديو مستقل ونشرح لكم مزيان لكي لا
نستوعب جيدا هذا المثال وكذلك تعريف خاصية حساب انهدامات معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذن لاحظوا جيدا المثال التالي: انهدام على شكل x زائد 2y، x زائد 2y تساوي 4 ناقص x زائد 4y تساوي 2. إذن نكتبها بصفة عامة، لاحظوا جيدا ا x زائد b y تساوي صفر و a بريم x زائد b بريم y تساوي c بريم، مع الأخذ بالاعتبار الشكل التالي: إذن a تساوي b تساوي c تساوي، إذن a تساوي هنا 1 b تساوي 2 و c تساوي 4. بالنسبة للمعادلة الثانية a و b و c، لاحظوا جيدا a تساوي ناقص 1 و b تساوي 4 و c تساوي 2. فهمتم جيدا؟ هانتوما لاحظوا x تساوي 1، إذن a تساوي 1 و b تساوي 2 و c تساوي 4. a تساوي ناقص 1 هنا في المعادلة الثانية، هادي s، هادي نادم اسمها اسمها سيجمون، هادي ناقص 1، a تساوي ناقص 1، b تساوي 4 و c تساوي 2. إذن أول خطوة خاصنا نديرو هو تحديد d. غتلاحظو بصفة عامة، دايما نطلقو بصفة عامة باش نحفظو مزيان. أول حاجة اللي تحديد d بصفة عامة تنستعملو الشكل التالي: a b a بريم b بريم. نديرو a فوا b، غتلاحظو a b بريم، لاحظو جيدا a b بريم ناقص، لاحظوا جيدا ناقص a بريم b. هذه هي طريقة تحديد المحددة. نديرو هنا تطبيق عددي، نديرو دابا تطبيق عددي. لدينا a واحد، هنا اثنان، هنا ناقص واحد، هنا اربعة. فهمتم؟ إذن تساوي، ندير واحد في أربعة هي أربعة، ناقص واحد في اثنان هي ناقص اثنان، إذن ناقص مع ناقص تعطيني زائد اثنان تساوي ستة. إذن ستة، إذن دي تخالف صفر، أي دي تساوي ستة. إذا كانت عندنا دي تخالف الصفر، إذن هناك حل وحيد هو الزوج إكس إيكغيك. إذن نعطيكم دابا كيفية تحديد، نكتبو دابا دي تساوي بعداك دي تساوي ستة، أي دي تخالف الصفر. دي تخالف الصفر أي دي تساوي ستة، يعني أن دي تخالف الصفر. في الحالة كيفاش يمكن لنا نحصل على إكس؟ دائما تتبعوا الطريقة الثانية لتحديد x، تستغلوا c و b و c بريم و b بريم، تنجهلوا a. تنديروا في الحالة c b بريم ناقص b c بريم على d، d هي 6. دابا نديروا التطبيق عددي. إذن في الأول c هي تقريبا 4، و c بريم تقريبا 2، و b هو 2 و 4، إذن 4 2 2 4. ندير 4 في 4 هي 16، ناقص 4 في 4 في 4 تساوي 16 ناقص 4، 2 في 2 تساوي 4 على 6.
لا تساوي 12 على 6 تساوي تقريبا 6 2. خاص نزيدوها، نقسم على 6 هي 2، إذن إكس تساوي 2. إذن هذه الطريقة هذه هي تتحدد لنا الحل الأول هو إكس. سنأخذ إكس سي بي سي بريم بي، تندير تطبق عددي 4 في 4 في 2 ناقص 4، 4 في 4 هو 16 ناقص 2 في 2 هو 4، 16 ناقص 4 على 6 هي 12 على 6 تساوي 2. دابا نحسبو إيكغي. إذن إيكغيك في هذه الحالة تنجهلو بي، تناخدو غير أو سي، أ سي أ بريم سي بريم، تنجهلو بي، تنديرو أ سي بريم ناقص أ بريم سي على دي. تطبيق عددي إيكغيك أ هي واحد ناقص واحد، و سي سي بريم هي 4 2. تطبيق عددي فقط، وهنا تنطبقوا القاعدة 1 في 2 تساوي 2 ناقص مع ناقص عطيك زائد 1 في 2 تساوي 2 وناقص 4 في 4 زائد 4 على 6 هي 6 على 6 تساوي 1. هنا في هذه الحالة إيكغيك تساوي 1. أعيد من جديد. هذا لحظة دي كيفاش تحددو دي باش تبقاو عاقلين مزيان. إذا أنت تدو أ بي أ بريم بي بريم، ياك؟ إذا هنا تاخدو أ بريم بي ناقص أ بريم بي، هذه حفظتوها. إذا لقيتو بأن دي تخالف الصفر تتحسبو إكس، تتاخدو تتهملو بي بيان سور، بي متكونش تكون سي سي بريم و بي بي بريم. في هذه الحالة كيفاش تحسبو سي؟ تديرو الطريقة الأولى، أول حاجة تديرو سي بي بريم ناقص سي بريم ناقص بي سي بريم. ناقص ب سي بريم. أحسن سي بي بريم هذه الأولى، سي بي بريم هذه الأولى، سي بي بريم ناقص بي هي الثانية. لاحظوا جاي من الفوق بي سي بريم على دي، هادي خاصكم تحفظوها باركور. إذن أول سي بي بريم وثانيا بي سي بريم من الفوق، سي بي بريم ثم بي سي بريم بحال الشكل هذا، سي بي بريم بي بريم بي سي بريم، سي بي بريم بي سي بريم بحال الشكل على دي، ودي هي أصلا أ بي بريم ناقص أ بريم بي. دابا كيفاش تحددو إيكغيك؟ انتبهوا جيدا، إيكغيك تتعملو بي بيان سور، بي متتكونش، تتكون هنا أ سي أ بريم سي بريم تساوي بيان سور كلها على دي. في الحالة تاخدو هادي أ سي بريم ناقص هادي فوق لتحت، من تحت لفوق، دابا أ بريم سي. إذا المفهوم يعني إيكغيك تدير بحال الشكل هذا، كيفاش تحسبو إيكغيك؟ تديرو أ سي بريم ناقص أ بريم سي على دي، ودي هي أصلا أ بي بريم ناقص أ بريم بي.
Voilà. إذن لدينا هذا المثال الثاني، حل النظام في R أس 2. حل النظام في R أس 2 لدينا x ناقص 2 y تساوي 1 و ناقص 2 x زائد 4 y تساوي ناقص 2. إذن كنوع من الحفظ، إذن أول حاجة نحدد المحددات دي. كما قلنا محددات دي تتكتب على شكل سيل أبي أبريم بي بريم. فوالا ذكروني جيدا، وي أ بي بريم وي ناقص أم زائد ناقص جيد أ بريم بي. إذن هذه هي لا فورمول هذه الصيغة ديال تحديد أي محددة ديال النظمة، أي معادلتين من درجة من درجتين من معادلة من درجة النظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذن نديرو تطبيق عددي، تلاحظوا جيدا التطبيق العددي هو كالتالي: إذن إك أ و بي و سي. تلاحظوا جيدا أ عندنا واحد و بي عندنا ناقص اثنان، لاحظوا من هنا و سي تساوي واحد. هاي لاحظتوا أ تساوي واحد، بي تساوي ناقص اثنان، و سي تساوي واحد. مزيان جيد أ بريم بي بريم سي بريم. هانتوما لاحظوا جيدا، لاحظوا مزيان إذن أ ده ناقص اثنان و بي تساوي أربعة و سي تساوي ناقص اثنان. جيد، على حسب المطلوب عندنا. إذا نديرو التطبيق العددي نشوفو فعلا واش دي تساوي الصفر أو تخالف الصفر. دير واحد التطبيق العددي، إذا أ عندنا واحد و بي عندنا ناقص جوج فوالا، و أ بريم عندنا ناقص جوج، و بي بريم عندنا أربعة. إذن أول شيء تنديروه هو واحد في أربعة تساوي أربعة، ناقص مع ناقص، إذا ناقص اثنان في ناقص اثنان تساوي أربعة، إذا ناقص أربعة إذن تساوي صفر. إذا في هذه الحالة دي تساوي صفر، إذن دي تساوي صفر. إذا هذه النظمة هذه تقبل عدد لا منتهي من الحلول أو ليس لها حلول، يا إما تقبل عدد لا منتهي من الحلول أو ليست لها حلول. نشوفوا دابا إذن كيفية حل هذه المعادلة. نرجعوا للأولى، لاحظوا معايا عندنا إكس ناقص جوج إيكغيك تساوي واحد، ثم ناقص جوج زائد أربعة إيكغيك تساوي ناقص جوج. هنا تلاحظوا بأنه كاين واحد النوع ديال التساوي. المهم نديرو واحد الطريقة، نحاولو نضربو طرفي المتساوية، طرفي سيغتويني طرفي المتساوية التانية في العدد ناقص اثنان اكس، في العدد ديال ناقص واحد اكس ناقص واحد على جوج. هانت لاحظ لي ضربنا هنا ناقص واحد على جوج، وهنا تايف ناقص على واحد على جوج. اش تعطينا في هاد الحالة؟ تعطينا هنا ناقص مع ناقص تعطينا اكس، ناقص واحد على جوج في اربعة هي ناقص اربعة على جوج، الحالة هي ناقص اثنان ايكغيك تساوي هنا مع ناقص مع ناقص تساوي واحد. تلاحظوا بأن اكس ناقص اثنان ايكغيك تساوي واحد، وكذلك x ناقص اثنان y تساوي واحد، يعني متساويين. تلاحظوا لاحظوا جيدا باش نبين لكم اكثر. هنا من في الاول كانت عندنا تقريبا x ناقص اثنان y تساوي واحد على ما اظن، والثاني ناقص اثنان x زائد أربعة إيكغيك تساوي ناقص اثنان.
اللي حل هذه المعادلة وغادي نشوف ان تي تساوي صفر. اذا اما تكون فيها حل لعدد لا متيمن حلول او حلا واحدا او ليس لها حلول. ما كاش حل واحد، حل واحد ولا كيفاش يكون تي تخالف الصفر؟ اذا في الملاحظة ديالنا تشوفوا ان اكس ناقص ان واي تساوي واحد، وان ناقص ان اكس زائد 4 واي تساوي ناقص جوج. اذا ضربوا هاد طرف هاد المعادلة الثانية بناقص واحد على جوج، هتلاحظوا ناقص واحد على جوج في ناقص اثنان اكس زائد 4 واي تساوي ناقص واحد على جوج في ناقص واحد ناقص جوج. اذا في هاد الحالة عندنا ناقص جوج على جوج هي تقريبا اكس، ناقص جوج ناقص جوج على ناقص جوج هي اكس، ضربوا عليه جوج على جوج هي اكس، جوج على جوج اكس هي واحد على اكس. اذا اكس هنا ناقص جوج اربعة، في ناقص جوج على جوج هي ناقص اتنين اكراك، هنا واحد. هنا عندنا اكس ناقص اثنين اكراك تساوي واحد. اذا تناخدو هاد، اذا الحلول تكون على الشكل التالي. اذا اكس تساوي اثنين اكراك زائد واحد. و إيغريك إذن مجموع الحلول ديال النظام اس ان هي الشكل التالي. إذن اكس و إيغريك، عوضنا اكس بدلالة إيغريك. إذن اكس تساوي اثنان إيغريك زائد واحد، و إيغريك تساوي إيغريك. في هاد الحالة تنديرو اس مجموع الحلول هو كالتالي، اثنان إيغريك زائد واحد أي تتمثل إكس و إيغريك. إذن هاد الحالة هي الحل ديال هاد المعادلة، باعتبار أن اثنان إكس، باعتبار أن اثنان إيغريك زائد واحد هو إكس. إذن هاد المسألة تقبل، لا تقبل عدد لا منتهي من حلول، تقبل عدد لا منتهي من الحلول. اذا نتمم الانشطة، لدينا سوف نقوم بحل هذه النظمة هذه على الشكل التالي. النظمة نحل النظمة اس اثنان في R أس اثنان. النظمة هي على الشكل التالي، عندنا ثلاثة إكس ناقص أربعة إيكغريك تساوي اثنان، وناقص إكس زائد أربعة على ثلاثة إيكغريك تساوي ناقص واحد على ثلاثة. إذن هذه هي السيغمون لمواد في اليوم. إذا أول خطوة نقوم بها هو تحديد المحددة. إذن عديت تي، فاهمينها مزيان دابا. إذن أ أبريم، أ بي أبريم بي بريم، إذن أ بي بريم ناقص أبريم بي، إذن أ بي بريم ناقص أبريم بي. إذن نديرو التطبيق عددي، تناخدو هنا ثلاثة. لاحظوا جيدا أننا تناخدو ثلاثة، لاحظوا معي أننا تناخدو ثلاثة، هنا تناخدو ناقص أربعة، هنا تناخدو ناقص واحد، هنا تناخدو أربعة على ثلاثة. غادي نوجدو فعلا كالتالي، ثلاثة في أربعة لدينا ثلاثة في أربعة على ثلاثة ناقص 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 أربعة ناقص واحد في ناقص أربعة هي أربعة. إذا ناقص أربعة، تلاحظوا بأن هناك اختزال، إذا أربعة ناقص أربعة تساوي صفر. إذا وجدنا فعلا أن دي تساوي صفر. إذا في هذه الحالة دي إما تقبل ما لا نهاية من الحلول
اللي كانت فعلا سي تساوي سي بريم. لاحظوا معايا هاد القضية ديال مهمة، اللي كانت سي تساوي سي بريم فإن المعادلة سي ديال الأولى والسي بريم ديال الثانية، فإن المعادلة تقبل ما لا نهاية من الحلول. إما سي تساوي خالف سي بريم فالحالة مستحيل، إذا مجموعة الحلول فارغة، مجموعة فارغة، لأن يعني مستحيل نلقاو سي تخالف سي بريم. داكوغ، خاص ولاو نلقاو سي تساوي سي بريم نلقاو باش نلقاو عدد لا منتهي من الحلول. إذا كان عندنا سي تساوي سي بريم نفس المعادلة سي تساوي سي بريم إذا مخالفين، إذا في هاد الحالة مستحيل. إذا سوف نتطرق إلى حل هذه المعادلة هذه، لقينا بأن فعلا دي تساوي صفر. إذا نرجع لهذه نحاول نلقاو الحل أو نلقاو نشوفو واش فعلا واش كاين شي حلول، واش كاين شي حلول ولا لا، واش فعلا سي تساوي سي بريم ولا سي تتخالف سي بريم. أجي نقلوهم بعداك. إذا عندنا هنا ثلاثة إكس تلاحظو مزيان ياك، ناقص أربعة إكراك تساوي هنا اثنان، إذا هذه سي. ثم عندنا ناقص إكس زائد أربعة على ثلاثة إكراك تساوي ناقص واحد على ثلاثة، وهذه سي بريم. خاص نوجدو سي تساوي سي بريم باش نقولو بأن عدد لا منتهي من الحلول. لقينا سي تخالف سي بريم راه ديرو مستحيلة. إذا في هاد الحالة الإهتمام ديالنا تتكب على هاد المعادلة الثانية، خاص ولا بدا نلقاو واحد التعويض مثلا، ولا نضربو طرفين المعادلة في واحد العدد باش نحاولو نساوي بيناتهم، نشوفو هو فعلا واش سي تخالف سي بريم أو سي تساوي سي بريم. هو مسي عندنا هي اثنان، خاصنا هنا نلقاو فعلا تساوي اثنان، خاصنا نضربو في واحد العدد في الطرفين ديال هاد المعادلة هادي باش تساوي ليه مع المعادلة الأولى. إذا نظركم عندنا ثلاثة إكس وعندنا ناقص إكس، شنو هو العدد اللي يمكن نضربوه هنا باش يعطينا ثلاثة إكس؟ الحل موجود، هو ناقص ثلاثة ناقص إكس زائد أربعة على ثلاثة إكراك تساوي و بردون تساوي ناقص واحد على ثلاثة في ثلاثة. بردون في ناقص ثلاثة، بردون مش ميسكوش، في ناقص ثلاثة. خاص نضربو طرفين المعادلة في نفس العدد هو ناقص ثلاثة. في الحالة تخرج عندنا ثلاثة إكس، هي فعلا وجدناها، ناقص ثلاثة إذا أربعة، إذا من بعد العمليات نقوم بأربعة إكراك، خاصة هي وجدناها. بقات لينا السي، واش فعلا خاص نلقاو جوج؟ اللي لقينا جوج والسي تساوي السي بريم أنها عدد لا منتهي من الحلول، لقينا تتخالف راه مستحيلة. طب لقينا ثلاثة إكس، لقينا أربعة، لأن ناقص ثلاثة في أربعة ناقص أربعة على ثلاثة هي نفسها، قال ناقص أربعة هنا يعني أنا مشيت خصها زنا ناقص، تدخل هنا وتتبدل هنا الإشارة تعطينا ناقص أربعة إكريك، مفهوم؟ هاكا كده ولا بد نلقاو هنا اثنان، ليه ملقيناش اثنان؟ راه مستحيلة. أجي نشوفو هادي، لاحظوا جيدا عندنا ناقص واحد في ثلاثة، إذا هنا تتمشي ثلاثة مع ثلاثة تبقى ناقص واحد، وناقص واحد في ناقص واحد هي واحد. تلاحظوا عندنا هنا واحد، هذه المعادلة الثانية فيها واحد، المعادلة الأولى ديال ثلاثة إكس ناقص ربع إكراك تساوي جوج، عندنا جوج فعلا واحد تخالف جوج. إذا في هذه الحالة لقينا السي تتخالف سي بريم، إذا هذه المجموعة الفارغة بدون نقاش مجموعة فارغة، معناها مستحيلة. مجموعة الحلول اللي ناظمة إس اثنان هي إس صفر، حتى وهذا واحد لا يساوي اثنان، وهذا مستحيل لأنه لا يوجد عدد يساوي واحد واثنان نفس هذا العدد، هذا ثلاثة إكس ناقص أربعة إكراك تساوي واحد أو ميطون تساوي اثنان، ما يمكنش. ثلاثة إكس ناقص أربعة إكراك راه عدد ما يساويش لينا واحد أو ميطون تساوي لينا اثنان، في الحالة مستحيل، إذا إس ستكون مجموعة فارغة. إذا نكتفي بهذا القدر. تلاميذي الأعزاء، دول الشدوع المشتركة، قدمنا لكم واحد تفسير خاص بالنسبة للندوة، كيفاش نحلو الندمة اللي كانت عندنا محددات تساوي صفر أو المحددات تخالف الصفر. وفي الأول طرقنا إلى معادلة من الدرجة الأولى بمجهولين إكس و إكراك. داكوغ، سوف نقوم بأنشطة موازية، بأنشطة للدعم والتقوية لاحقا في هذا الدرس ديال المعادلات والندمات والمتراجعات.
إذا نكتفي بهذا القدر. كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة شكم اكتفي لتعلم اللغات وكذلك للفهم واستيعاب لمادة الرياضيات خاصة بالابتدائي وكذلك الثانوي. إلى اللقاء لاحقا إن شاء الله.